راح بس ابو الشيخ عبد الله وشو هات هات انا ادخل اروح اجيبه من هو بس انا اجيبه من هو من هو الجزء شيخ عبد الله صباح الخير الله يسبحك خليه يجيب ابو سعد ابو سعد اي خليه يجي بس يلبس مايك يدخل علينا طيب خوي النشام سريع شيخ عبد الله الماجد صبحك الله بالخير الله يسبحك ويرضى والعافيه ويبارك فيك ويرضى عليك الله يبارك فيك ويرضى عليك حيا الله اهل القصب الله يبارك فيك ويرضى عليك انا والله اني ما ادري القصب وين موقعها بالضبط لكن اليوم ودي انك تعلمنا القصب وين وكم تبعد عنا باذن الله باذن الله لكن والله لي شرف اني اكون بينكم اخوان واحبه الله يعزك ويشرفك بما تحب ونفرح دائما والله بلقائكم حتى وانا في البيت ما شاء الله وفاء وفاء والله يا مرحبا الشيخ عبد الله الماجد نسمع عنك امور كثير وين رايح ابو رشيد؟ ابي اكلم الولد برا طيب لاجل انه يدخل يبي يدخلها ابو سعد اي نعم داري بس ما يدخل لما اقول له طيب ابو صالح صباح الخير صباحك الله بالخير ابو وزاع والحاضرين وجميع الاخوان بالسعادة والسرور والدلة والبخور ما شاء الله مثل ما قلت هذه سبقتنا عليها انت البارح ما كنت موجود والله صار عندي شغل ولا قصرت ما انتم قمتوا بالواجب الشال هذا طول عمرك ما لكن احنا والله معكم حتى انتهيت انت ويا الاخ ناصر اي نعم ما شاء الله تبارك الله شرفه وتوزع على الجلوس وعلومكم طيبة ما شاء الله الله يعطيك العافية هو ترى البارح ما جاء ما شارك معنا في الحملة اي والله والحين بنجيب لنا شالات ان شاء الله نوزع عليكم كلكم الله يجزاكم خير والله بالشيء وش هذا الزين وش يا مرحبا حياكم الله شيخ عبد الله الماجد ودي انك تتكلم عن مدينة القصب لين يجون اخوياك اللي معك ويجينا ابو محمد ويجينا المجموعة والله مدينة القصب تبعد عن الرياض في حدود 100 الى 160 كيلو 150 الى 160 كيلو مدينة وليست مركز مركز هي حاليا مركز ان شاء الله والحديث عنها يطول لكن الزيارة هي اللي تبارك والله بوجودكم يا سلام نعم نعم ونتمنى ان يكون فيه يعني ترتيب زيارة لها بإذن الله وزيارة المدينة القديمة الآن تم تحسين وضع المباني اللي فيها القديمة ب يعني إشراف و حتى الإخوان اللي موجودين جزاهم الله خير قاموا بنشاط يفوق المعتاد في تجديد المباني القديمة في تجديد المباني القديمة وحتى المباني الجديدة الآن حي الأحياء فيها يعني المساكن الحديثة تمتاز يعني بجميع الخدمات فيها مخططات وفيها مخططات فيها مركز مركز وفيها مركز شرطة وخدمات طبية ومدارس خدمات عامة خدمات جامعة عامة جامعة كلية موجودة باقي هذه الجامعة كل احدى الكليات ان شاء الله وهو اللي نتمناه ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما في ولا جامعة ولا كلية بس اقرب شيء وين شقرة وثادق فيها قريبة شقرة لا لا قريبة طيب وزراعية المنطقة فيها زراعية وفيها انتاج الملح 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 ملح القصب والله مشهور لا شك وغطى ما شاء الله عليه غطى والله رغم الاستهلاك الكثير والله وجدنا في دول الخليج الله اكبر هذا البلد من اهله لا شك الله اكبر ما شاء الله استمر بارك الله فيك ايضا وش تميزون فيها اهل القصب او المدينه نفسها انتاج التمور ما شاء الله اي نوع معين والله عندهم من التمور المعروف زي الخلاص زي الخضري زي الحلاو وحاليا زرعوا السكري وزرعوا يعني يواكبون ال في ادباء في شعراء مشاهير في 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 مشايخ مشاهير في في, في مشايخ وحتى فيه اطباء استشاريين موجودين يعني وفيه علماء دين وفيه ناس تولوا مراكز قياديه في الدوله وهم محل ثقه الحمد لله يعني يستاهلون طيب طيب والله يستاهل ايضا يعني ودنا بعد تثرينا انت الان اختصرت خمس دقائق عن القصب ودنا بعد تثرينا وفيها شعراء في العصر القديم والحاضر اي ابشر ابي حد يهم ابشر عملوا علي الحين ايه؟ خلي شوي هو من عندك لا خلاص اجل اكتبوا لي برقه على السلام ورحمه الله سلام. يا مرحبا حياكم الله ونعم السلام ورحمة الله وبركاته
اخوكم عثمان من يطال عمرك. هلا مرحبا. ونعم. هلا هلا يا مرحبا. من يطال عمرك؟ فواز الحارثي. والنعم يا فواز. مالك زوج. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير جميعا. صباح كل واحد باسمه يا اخوان. لا سماك شرط عمرك. جزاك خير. اجبر خاطرك. هذا هو من غصبنا عنه. ان شاء الله تكون قريبا ان شاء الله. الله يجزاك. يا مرحبا دكتور. هات الجراد. الديره. اي احد ما شاء الله. ما شاء الله. اي احد. والجراد. ورفعنا الاجور. هي الاجابه والتراث. هلا بالسلامة. هلا والله معك. الشراري قصدك. حياك الله ومالك وزياد. هلا بالاخوان. اشوف الحروب هنا واجد. بدر الشراري. الحروب واجد. اللهم لك الجمعه والله الاخوان. سم. سم. استريح يا دكتور. ما شاء الله. كيفكم جميعا يا اخوان؟ يا مرحبا. تبقون حياكم الله. احنا هذه الجلسه هنا؟ اي نعم. واش انا احسن بس جايين تقهونا. لا. شلونك دكتور طيب؟ وش الغتره زينه يا اشوف انت زين يا شيخ زين في كل وضعك زين على زين. لا ولو لا لا الواحد انت يا دكتور لا احنا مرات المسلم لا احنا حقنا علم النفس. ايه الله اكبر. شوف ننظر الى ايش دقائق الامور ونستفيد من الغتره الى مالت والعقال الى مال واللبس الى زاد عن حده ولا نقص عن حده. يا سلام. لا لا انت متزوج يا دكتور؟ لا انت متزوج ان شاء الله؟ لا لا ان شاء الله. خير الامور. ناوي شيء يا دكتور ولا شيء؟ والله بس الامكانيات يا دكتور. يا مرحبا. نبي التعريف كامل. سم طعام تخصص ولا احنا حق على الهواء. الهواء؟ ما شاء الله. طيبه والرجال طيبه. أخوكم الدكتور ما شاء الله عثمان بن عبد العزيز المنيع. ما شاء الله ونعم. طبعا أنا جاي في المناسبة بدعاء من أخي الشيخ عبد الرحمن السالم جزاه الله خير. ما شاء الله تبارك. والحقيقة أنا الآن مبسوط ومرتاح. ما شاء الله. وسعيد جدا وتفائل. الله يجعلكم بالدنيا والدنيا. أنا أكون في هالمحطة اللي نتابعها وأرى أن لها اللي هي محطة طبعا أو قناة البداية وحسب ما أسمع طبعا ما عندي توثيق أنا ما بعطيت معلومات عني لكن بعطي المعلومات. هذه القناة أعتقد أنها قادرة بمشيئة الله الحمد لله أن تلعب دورا إيجابيا فعالا في تغيير مفاهيم كثيرة في المجتمع الحمد لله. وأنا الحقيقة أسمع لكن ليس عندي توثيق أن هذه المحطة لها متابعين كثير. أن لستم المتابعين يعني يمكن وقتي ما يسمح لكن أحيانا أمر مرور الكرام لا يسمح الضيف لها الأولوية بكل شيء ما تعدى على نجم بيت الحكمة أنت لكن تفضل وحنا نستمع تأمر على الدنيا كلها يا أبو صالح. الله يسلمكم ويعافيكم. يا مرحبا بك دكتور. وأنا الحقيقة بس بعدين لا لا أنا معي كرت ودي أوزع عليكم لكن أنا جيت الحقيقة بصفة رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقصب. ما شاء الله ما شاء الله. وما ودي اقول اللي على مين واللي قدام لا لا قل خلتهم الحميه للقصب ولهم طيبه ما تشرف وتشجع والانتماء يا اخوان. انا دائما ابونا انا في القناه جيت لجنه التنميه بالقصب هدفي الحمد لله خدمه القصب. ما شاء الله ما شاء الله. واللي زرع فيها الرغبه مجموعه من الاصدقاء منهم الدكتور خالد الحميضي والمهندس طارق عثمان القصبي والسفير عبد الغدير. بدون سكر؟ لا بسكر. الحين خصيتني يا ابو فزع بهالعلم عاد حال الحين اخذ واجب هنا بننزل زين بارك الله فيك. الحمد لله يا رب. تفضل يا دكتور تفضل. نتكلم في القصب وما القصب وطبعا كل واحد كل بلدة كل قرية أو هجرة أو مدينة أعتقد أي واحد ينتمي لها عليه واجب تجاهها. لا شيء لا شيء لا شيء. نعم. أنا كنت قبل ما أنتمي لها اللجنة أو قبل ما أكون أحد أفرادها كنت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. ما شاء الله ما شاء الله. ومشرف المركز الإعلامي والنشر بالهيئة. ما شاء الله. وعرفت أني سأترك الهيئة بعد مدة معينة. وفي هذه المناسبة زرع في خاصة دكتور خالد قال فلان من الناس سماه من أهل الجنوب المملكة السعودية تقاعد وهو في جامعة سعود وقال خلاص أنا بروح أخدم أهل قريتي. الله أكبر. هذه الكلمة قال دكتور خالد ولا انتبه أثرها عندي طبعا ما انتبه لها أثر الوطن لحق ترى.
بالصدفة أنا راح أحضر زواج عند أبناء العمومة في القرائن، والقرائن أحد بلدان الوشم اللي منها القصب طبعا، وعاصمة الوشم معروفة الشقرة. اي صحيح. وجدت أخ مسؤول في لجنة التنمية وجا النقاش، قال رشح نفسك للجنة. قلت ما يكون له خير. يا سلام. من الأقارب حاضر المناسبة. اي نعم. المهم رحنا الرياض، قعدنا يومين ثلاثة، اتصل فيك فيك ما يحتاج، حريص ما حل علي. أرسلت بطاقة الأحوال، أنت عارف النظام الإداري في الدولة. نعم. ومن حق الجهات الدولة أنها تتأكد من الشخص اللي بيخدم مجتمعه أن هذه الخدمة تكون انعكاساتها إيجابية وليست سلبية على المجتمع، لأن بعضنا يجتهد ومتحمس لخدمة مجتمعه طبعا، ويكون أحيانا خدمته مين في المكان المناسب يعني، وخاصة يكون أثرها على 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 الشباب والصغار، وعلى أيضا قليل أو ضعيف الوعي. ضعيف الوعي ممكن توجه يمين أو شمال حسب رغباتك حسب قدراتك، ربما تكون أنت قاصدها وربما تكون عن حسن نية. نية. المهم سبحان الله، الله اللي يدبر عباده. لا شك. بعد شهر أو شهرين كلموني قالوا ترى خلاص تعال أنت من المرشحين لجنة التنمية بالقصب. داوم. طبعا أنا بتكلم عن القصب وعندي اثنين يمكن أقدر مني عن ويستاهلون، وإن كان كلامي بعد فيه مبالغة أو لا ترى من حقكم، ترى أنا أؤمن بوجهة النظر الأخرى. بس اشهد الله بأرضه إن شاء الله. من خلال تحليلي كذا شخصيتك دكتور أنت واقعي ما عندك مبالغة. الله يكتمها في الخير. وإن شاء الله أنا أكون واقعي، وما كنت واقعي إن الله يهديني أكون واقعي. أبو من يا دكتور؟ أبو فهد. أبو فهد الواقعية اللي تبي تكون أنت فيها تراها نموذج راح الناس تقتدي فيه، لأن الإنسان كل ما كان واقعي وصادق في الكلام، وأنت إن شاء الله من أهل الصدق وأهل الواقعية إن شاء الله، الناس راح تأخذ كلامك على محمل الجد، مثل ما أنت أخذت كلام الرجل ودن في راسك واتبعته. كم في شخص مسؤول مهمل قريته ودولته وبالذات مرحلة بعد التقاعد، لكن نتمنى الناس تستفيد من نفس خطك اللي أنت مشيت فيه، فأكيد بإذن الله أن الناس راح تأخذ كلامك على محمل الجد بإذن الله. أنا يا أبو فزاع. فزاع. أبو هزاع. فزاع. فزاع. إن شاء الله فزاع على الخير إن شاء الله بإذن الله. أبا أكمل كلام وانتقل إلى نقاط أخرى. أنا الحقيقة أيضا عندي خدمات في عدة مجالات ما شاء الله. أقولها يعني اختصارا وبعدين أرجع لها. أنا ما أتشرف وتشرفت أخيرا الحمد لله في مؤسسة خيرية اسمها المؤسسة الخيرية لعمارة المساجد. ما شاء الله يستاهلون. أنا عضو مجلس ومدير عام مؤسسة الآن ما شاء الله. وفي جمعية اسمها جمعية حماية المستهلك، أنا عضو مجلس فيها طبعا، بالإضافة إلى أشياء أخرى ما لها علاقة بالعمل. الله يعين. الله يعين والله. المهم جينا القصب وتمت انتخابات وجزاهم الله خير أعضاء المجلس، يعني اتفقوا على أن أنا أكون رئيس المجلس. طبعا الحقيقة ربما العمر له دور، المؤهل له دور، الخبرات لها دور، جزاهم الله خير. وافقنا على البدء بالعمل. بالعمل. الله رب. الحقيقة كان رئيس المجلس دكتور عبد الله الشلال جزاه الله خير من الناس اللي كان لهم دور إيجابي في هذه اللجنة، وقبله أيضا رجل توفي اسمه الأستاذ فايز عبد الله السويد كان هو من المؤسسين أيضا في هذه اللجنة وغيرهم، الأسماء كثيرة طبعا. نعم. جينا واللجنة مؤسسة موجودة قائمة يمكن عمرها 10 سنوات أو أكثر، جاهزة جاهزة. وفقنا في الإدارة الحمد لله مع الزملاء ومع الزميلات. أنا أتمنى في اتصال من زميلات من أو ما في اتصال. نرجع على أبو فزاع. أبوي. في يمكن مداخلة من النساء. من الزملاء. تثري يعني مداخلات. ما أدري تثري بس ما أدري. عادي. ما بلغتوهم. عادي بس بلغتوهم عند الخبر. لا ما عندي. طيب ممكن لو أستاذ أشرف ممكن. تمام. عطوا للزملاء الحين على اللي يقول جنح الطائر.